c'est pour les mamans et également pour les autres ministres. Alors, les enfants, vous les piquez avec des. اليوم هذا يوم احتفال بالنسبة لنا واحتفال بالنسبة للأمهات والأطفال، لأنه هذه الوحدة اللي نجزناها كتعلق باقتناء العينات والتحليلات البيولوجية بالنسبة للأطفال وبالنسبة للنساء الحوامل. هذه الوحدة هي كتدخل في إطار تجويد الخدمات وحد من داك المواعيد اللي كي بعض المرات كيطولوا على الاطفال ولا على النساء الحوامل، وغتمكنهم باش اي واحد جا كيمكن ليه يعمل تحاليل. وكيف ما شفتوا انتم الفضاء جميل، لا بالنسبه للفضاء اللي كاين على برا ولا اللي الداخل. كما لاحظتوا في الاول كاين واحد الفضاء للاطفال، يعني اللي غيكونوا في واحد الانتظار قليل كي عندهم لعاب باش يتشغلوا، وكاين حتى محل فين كيجلسوا النساء الحوامل والامهات اللي كيجيو مع وليداتهم. ومن بعد كاين تسهيلات كبيره باش المده ديال المسائل الاداريه تكون اقصر ما ممكن، باش يمكن الطفل يدوز يديروا ليه اقتناء العينات ولا التحاليل البيولوجيه. وكيف ما شفتوا كاين واحد القاعه ديال الانتظار بالنسبه للاطفال، وهذا تحسين وتجويد الخدمات كيدخل في اطار تحسين الخدمات في المركز الاستشفائي الجامعي بن سينا ككل. وانتم كتعرفوا بان المركز الاستشفائي الجامعي بن سينا مكون من عشرات المستشفيات، هذا هو المركز الاستشفائي الجامعي بن سينا. ولاحظتوا بانه كانت واحد حفل توقيع واحد الاتفاق مع وزارة الصحة على واحد الغلاف مالي اللي غيتعطى للمراكز الاستشفائية الجامعية، ومنهم المركز الاستشفائي الجامعي بن سينا، اللي غيمكننا باش نحسنوا ونجودوا اي حاجة غنقدموها للمرضى كانوا صغار او كبار. ولا من ناحيه الفضاء فين غيكونوا، ولا من ناحيه اقتناء اللوازم الطبيه والمعدات الطبيه باش المراكز الاستشفائيه الجامعيه تكون يعني في القمه ديال المنظومه الصحيه. هنا كنتواجدوا امام واحد الوحده لاخذ العينات الطبيه للأطفال والأمهات الحوامل، وهي نتيجة عن واحد العمل بشراكة مع فعالية المجتمع المدني، كنشكرهم بالاسم تاع الجميع. والهدف منها هو الوصول لواحد 150 مريض في اليوم، وبالتالي عاد داك الإشكال اللي كان مطروح نتاع أخذ المواعيد ما عادش يبقى مطروح. بالفعل هذا المشروع هذا ولا هذه الوحده هي عباره عن واحد السياسه اللي كتقوم بها مديريه المركز الاستشفائي من اجل تجويد وتحسين الخدمات المقدمه للمرتفقين. هنا انا قلت لك شراكه، لقاش كان المستشفى او المركز الاستشفائي خدا على عاتقه بعض التجهيزات مثل الكراسي نتاع هذاك، مثل التجهيزات التقنيه الريزو لا فيل داتونت، هذه المسائل خدا. وفي الاطار الاخر احنا كان ربما كاع في جميع الحالات هذه الوحده تقريبا بواحد 600 حتى 700 الف درهم. شكرا لكم.